وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء. الواحد منا لما يبص لحياته للأسف معظمنا مش راضي عنها، يلاقي نفسه غرقان في النعم، اللي عنده بيت، مال، أولاد، صحة، اللي عنده عربية، اللي عنده راحة البال، نعمة البصر، الحواس كلها اللي عندنا الحمد لله، هنعد ايه ولا ايه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ممكن حد يكون مبتلى في نعمة من النعم دي، بس برضو لو بصيت هتلاقيك غرقان في النعم. وهنا السؤال، كام واحد شكر ربنا بجد على النعم دي؟ مش شكرها كده نقول الحمد لله وخلاص، لأ، شكرها بجد، يعني شكرها بشكل عملي. يعني لو ربنا ادالك مال تصدق منه، فكده انا كده ايه، اديت شكر النعمة بتاعتي عملي. ادالك علم علمت الناس منه، كده انت اديت شكر النعمة دي عملي. ده اللي احنا عايزين كلنا نعمله في فقرة الخير بتاعتنا. وانا برحب مرة تانية بضيفنا الشيخ احمد الملكي. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك يا رب. احنا مكملين معاك يا شيخ احمد، وعايزين في فقرة الخير بتاعتنا في فقرة الخير نتكلم كده ازاي ان احنا نؤدي شكر النعمة دي. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمم اللهم ما به بدأتنا، ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا. اللهم آمين آمين. بس أنا يعني هبدأ معاكي، بس عاوز أعلق على حاجة كده، بس عشان لما قلت في الفقرة الأولى، بس حاجة مهمة جدا، إن هو ما الحكم إذا لغى الإمام؟ ده مهم جدا اللي احنا نعلق عليها. يعني إيه لغى الإمام؟ أحيانا بعض الخطباء للأسف الشديد بيخرج أصلا عن الموضوع ويبدأ يتكلم في كلام لا فائدة منه على الإطلاق، يعني الناس لا تستفيد به، لا بيبني إنسان ولا يبني مجتمع ولا يبني حضارات ولا يبني أوطان، وربما يهدم، ممكن يعني بيعمل فتنة. أنا أحيانا كنت بقول يا جماعة، أنا أصلا مش قاعد قدام نشرة أخبار، الواحد يعني جاي بيحاول، بعض الناس يعني. كنا زمان كده في وقت من الأوقات كده، فالواحد بيبقى قاعد يا جماعة، أيوة فين بقى قال الله؟ يعني ممكن يحصل فتن، ممكن يحصل هدم للمجتمعات بسبب الكلام ده، فده إنسان بيلغو، أنا أعمل إيه؟ أقعد أسمعه؟ هستغفر ربي بقى واشوف اي حاجه تانية. تمام. الحاله اللي بعد كده اللي هو وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الايه دي مهمه جدا، وانت قلت حاجه جميله قوي، انت شكرت ربنا ولا لا؟ انا منذ يومين كده سالت سؤال وقلت عندي على الصفحه كده، وقلت يا جماعه انت شكرت ربك النهارده ولا لا؟ وانت لو شكرت ربنا فشكرت ربنا بايه؟ فكتير بقى من الناس قالوا كده شويه حاجات، اللي هو الحمد لله شكرنا ربنا على كل حاجة. أيوة، إيه اللي هو كل حاجة؟ يعني طب ما تحدد حاجة معينة. فالناس بدأت تبدأ بقى إيه، اللي يقول لك أنا شكرت ربنا على كذا ولا شكرت ربنا على كذا. وأنا كنت محتاج حد يقول لي أنا شكرت ربنا على نعمة التوحيد، أنني سبحان الله موحد لله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي هدانا لهذا. يعني فمهم جدا ان احنا نشكر ربنا تبارك وتعالى على نعمه العظيمه والكثيره جدا التي لا تحصى. فلما بسال فبقول يا جماعه يا نعمه ربنا، انت عددت شويه نعم، اللي هو نعمه الصبر، نعمه البصر، نعمه السمع، نعمه الشكر، نعمه الانسان بيلهج بذكر الله تبارك وتعالى، النعم دي صح؟ ايه تاني؟ فيقول مش عارف، يعني ما هو فعلا لا تحصوه، ما انا مش قادر فعلا. لكن في نعم تانية، طب انت شكرت ربنا تبارك وتعالى مثلا على نعمة المرض؟ طب شكرت ربنا على نعمة الموت؟ انا هسألك سؤال، تخيلي لو اننا في الحياة دلوقتي والناس ما بتموتش منذ ان خلق الله الخليقة، ايه رأيك؟ هتبقى زحمة قوي. او شفتي انت قلت هتبقى زحمة جدا، وستقل، هيبقى الثروات اللي هي الموارد الطبيعية مش هتقضي كل ده، وهتلاقي في صراع طبعا بين الدول وبين الناس وبتاع، عشان كل واحد ما عاوز ياكل ويعيش وبتاع. فتخيلي نعمه الموت دي نعمه عظيمه جدا، فنقول الحمد لله. تخيلي ان في نعمه اسمها اللي هو نعمه الالم. تخيلي الانسان كده، الالم ده اللي هو الايه، اللي الانسان بيستشعر او بيشعر ان في مرض جاي له، فيبدا يجري على الاطباء وبتاع عشان يعالج. تخيلي بقى ما فيش الالم ده، والمرض جه للانسان وبياكل في جسمه دون ان يشعر. فشوفي نعمة عظيمة جدا، احنا محتاجين بس اللي احنا نبدأ نركز قوي في نعم ربنا تبارك وتعالى. تخيلي ان كل الناس دي كلها اللي في الحياة معهمش فلوس،
تخيلي بقى او الناس دي كلها مثلا معاهم مال، فواحد يقول لي طب الحمد لله معانا مال كتير، الناس كلها مفيش فقراء يعني، وهو ده اللي احنا عاوزينه. اقول لا، ده تخيل. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لما قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، انت معاكي فلوس وانا معايا فلوس، فانا محتاج الراجل اللي هو يجي يصلح لي باب، محتاج الراجل السباك اللي مش عارف يعمل لي كذا، ما هو معاه فلوس وانا مش محتاج بقى، فهتلاقي الحياه بتقف بتتوقف تماما. طيب احنا معانا، تخيلي بقى لو احنا مثلا الانسان اللي معاه المال ولا ينفق هذا المال في سبيل الله تبارك وتعالى، الفقراء بقى نودي الفقراء فين؟ طب هو المال اصل بتاعي، ايوه هو ماشي، هو المال معاك، اعطاك الله عز وجل هذا المال امانه، وهو في حد ذاته كمان في نفس الوقت ده ابتلاء، يعني ربنا مديني المال ده ابتلاء، هتحاسب عليه، هتحاسب. لا هشوف بقى كمان انت انفقت في سبيل الله ام لم تنفق في أيوة سبيل الله، هتحاسب بقى عملت ايه، واخد بال حضرتك، وريني عملت ايه بفلوسك. ولذلك سبحان الله، احنا هنا لما نشوف مثلا قضيه الصدقه، لما ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن الصدقه، فانا عندي صدقه مفروضه اللي هي الزكاه المفروضه، سواء زكاه الفطر، سواء زكاه المال، عروض التجاره، الثمار، الزروع وما الى ذلك، وعندي الصدقه اللي هي صدقه التطوع حتى يري الانسان من نفسه لله تبارك وتعالى خير. يقول له يا رب انا في الخير فانا اتصدق. طب انت بتتصدق ليه؟ لاني انا اشكر، انا دائما انظر الى نعم الله تبارك وتعالى على الانسان مع مطالعه عيب النفس، اللي انا عندي ذنوب كتيره جدا، فانا محتاج ان ربنا يغفر لي ذنوبي دي، فاعمل ايه بقى؟ ابدا اتصدق بنعمه ربنا تبارك وتعالى، المال اللي هو نعمه ده عليا عشان ربنا يغفر لي هذه الذنوب. طيب احنا معانا تليفون سميه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دعاء. اهلا بيك يا حبيبه قلبي، اتفضلي. بقول لك عايزه اول حاجه عايزه نمره الشيخ احمد. اتفضلي يا فندم، عايزك عايزه النمره بتاعته عشان اكلمه، مش هينفع اكلمه على الهواء. في الكنترول يا فندم، اتفضلي. تاني هيدولك في الكنترول ان شاء الله. وعايزه قولي لي السك الميه بيعمل كام؟ عايزه تتبرعي في سقيا الماء بالميه؟ اه عشان اروح بيتي. طيب هم عندهم أرقام مختلفة، أعتقد البير نفسه من 25,000 ل 35,000 حسب الساعة بتاعته، ووصلت المية ب 3,000، وأنت صدقت بأي مال، ممكن تتصدقي بأي مبلغ في البير، يعني مش لازم المبلغ كله. يعني جزاكم الله خيرا، ان هو الانسان ان تصدق باي جزء من المال، انا مش قادر ان انا اشيل البير، باي حاجه طبعا، باي حاجه، يعني سبحان الله، ولو بشق تمره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فان الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلو حتى تصير مثل الجبل، جبل احد. تخيلي الصدقه القليله قوي دي اللي هي في نظر انا تصير مثل ايه؟ مثل الجبل. طيب واحنا عموما هنوصل رقمك، هنوصله بمؤسسة سقيا الماء، واعرفي بقى منهم التفاصيل، وربنا يكرمك على التبرع بتاعك ويتقبل منك يا رب. واحنا دلوقتي هنشوف تقرير من تقارير سقيا الماء ونرجع في الاستوديو تاني مشاهدين. مؤسسة سقيا الماء من شهر بالظبط عملنا بير باسم الشهيد احمد المنسي. البير ده عملناه وقلنا ان احنا بنعمله صدقه جاريه على روحه وعلشان نخلد ذكراه معانا. المره دي معانا بير مختلف خالص عن البير اللي فات. ليه مختلف؟ لان هو برضه شهيد، الشهيد محمد مجدي، بس المره دي معانا والدته. والدته لما اتكلمت معاها في الطريق واتكلمنا شويه ليه عملت البير وليه دورت ان هي تعمل بير باسم الشهيد محمد، قالت لنا حاجه فعلا جميله جدا جدا جدا، انها عايزه تعمل الصله ما بينها وبينه يكون خالد دايما، تكون زي ما كانوا بيعملوا خير قبل وفاته، بعد الوفاه كمان يكون في خير هما الاثنين مشتركين فيه مع بعض. طب
طبعا شيء جميل انك تعمل حاجه تفيد الناس بيها، واهم حاجه ان ربنا يتقبلها، ده اول شيء. وتاني شيء طبعا هتكون فرحان انك بتساعد اخواتك واهلك. جزاء الله خير، يعني تمام كلمه جزاء الله خير ده تشمل الجميع، وربنا يرحم موتيها وربنا سبحانه وتعالى يغفر الموتيه. شيء جميل انك تشترك في حاجه وتيجي تشوفها وتلاقي ان فعلا حقيقه، مش اوهام او سراب او كده. جزاء الله خير، يا عملت لنا بير واحنا شربنا منه احلى ميه، شربنا منه واللي يجي يشرب منه. عملت لنا بير واسع، يعني بير كبير، واحنا شربنا منه كلك، نجعل ده كلك يشرب من البير ده. محمد ابني بإذن الله تعالى حي يرزق عند الله، والدي انا عاملها له عشان انا تبقى صله بيني وبينه، تروح له كهديه. هو بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله احتسبته عند الله حي يرزق. وانا بعت بس كده مشاركني في كده مع بعضينا زي ما كنا احياء وكل حاجه نعملها مع بعض، فجيت عملته. يا محمد ان شاء الله توصلك هديه ربنا يتقبلها يا ابني. نشكر مؤسسة سقيا الماء، الحمد لله اللي عملت لنا البير دا ومية مية، وإحنا شربنا منه مية ومية مية، وانتو جزاكم الله خير، وهي جزاء الله خير اللي عملت. أنا بشكر مؤسسة سقيا الماء كلها، جزاهم الله خيرا عني وعن ابني، لأن ابني الله يرحمه لو هو كان موجود كان هيعمل، لأن هو ابني الله يرحمه مش بزكية، لا زكية على الله، لأن هو ربنا اللي كان خلقه كده، خلقه طيب وكان بيحب الخير، فجزاهم الله خير عن اللي عملوه عني وعن ابني. أفضل الصدقة سقيا الماء، وزي ما قال ربنا في كتابه العزيز: واجعلنا من الماء كل شيء حي. أعتقد ما فيش كلام ممكن نعلق بيه عن الكلام اللي اتقال وعن الإحساس اللي طالع من القلب، ووصل أكيد لقلب كل واحد فيك، وزي ما وصل لقلب كل الكرو اللي شغالين على الأبار. فعلا احنا لما بنعمل الابار او جينا نشتغل في الابار كان احساسنا جميل جدا ان احنا بنعمل صدقه جاريه، بس لما سمعنا رسائل ام الشهيد لينا ولابنها الشهيد محمد مجدي حسينا بعظمه اللي احنا بنعمله. رساله برضو بوجهها لامنا وام الشهيد محمد مجدي، بقول لها الحمد لله اللي انت فكرت في الصله اللي ما بينك وبين محمد، ان هو زي ما كنت بتعمله خير في الدنيا بتعملوه برضو حتى وهو عند ربنا دلوقتي. اتمنى كل امهات الشهداء اللي بيسمعونا، ادي فكره اكيد أبطلكم الشهداء في قلبكم، بس معانا حاجة ممكن نعملها لهم علشان زي ما كنتوا بتعملوا خير معاهم زمان في الدنيا تعملوه وهم في الآخر. وإحنا على الوعد وعلى هاد معاكم إن أي حد حابب يجي يطمن على الصدقة بتاعته أو على البيت بتاعه تعالوا معانا في أي وقت، كلمونا وقولوا لنا إحنا عايزين نطمن، هنيجي معاكم ونطمنكم ونتفرج مع بعض على البيت ونسمع من أهالينا هنا فعلا البير ده فرق في حياتهم ازاي، وكان ايه المعاناه اللي هم بيعيشوا فيها، والنهارده بفضل الصدقه اللي حضرتك حطيتها وبفضل ربنا في الاول بقوا عايشين ازاي وفرحانين معانا. ربنا يكرمكم جميعا. نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير الجميل بتاع مؤسسة سقيا الماء، ويعني بصراحة فكرة الصدقة الجارية جميلة، وفكرة الصدقات الجارية يعني للشهداء، يعني مثلا هم عاملين بير باسم الشهيد أحمد المنسي، جميل قوي الفكرة دي بجد، الله يرحمه رحمة واسعة. والأم الجميلة، أم الشهيد الجميلة اللي هي يعني أمنا كلنا دي الجميلة، الست الحلوة دي اللي عاملة بير برضو باسم ابنها، وهي بتقول ابني كان الله يرحمه يعني ابنها الشهيد
كان بيحب الخير اصلا، وهو كان بيحب الخير ولو كان عايش كان هيعمل الخير ده، فهي عملته له عشان توصل له هديه منها يعني، ربنا يبارك لها. انا بس يعني محتاج ان انا اقول لام الشهيد وكل ام شهيد يعني، اسال الله عز وجل ان يتقبل الشهداء، واسال الله عز وجل ان يرزقهم المنازل العلى في الجنه. لكن انا محتاج ان انا ابشر شويه في يعني، كل ام شهيد، كل ام قلبها بيبقى وجعها، يكفي ان الله اشترى، بس ربنا اشترى وابنك باع. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنه، فالله اشترى، دي حاجه. اتنين، ما تزعليش لان ربنا، وهي الحمد لله مش زعلانه، لكن عاوز اقول لها كمان ربنا بيقول والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. خلاص. الحاجه الثالثه، احنا كلنا عارفين بقى، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن ايه، ولكن لا تشعرون. طب هم احياء ازاي يعني؟ حد فكر كده؟ احياء ولكن لا تشعرون. طب احياء الشهيد ده حي ازاي؟ العلماء قالوا الاحياء هنا تطلق على يعني معنيين اتنين. المعنى الاول اللي هو حياه الذكر، فلا يذكرون الا بالجميل. يعني لما الشهيد محمد مجدي عليه رحمه الله، ولا العقيد احمد منسي عليه، ولا كل اي شهيد اسال الله ان يرحمهم، فتلاقي الدنيا اول ما تذكرهم تذكرهم بالجميل، صح، وبالثناء، والناس تبدا تثني عليهم خيرا، والناس يقولوا، وتبدا بقى الايه اللي هو ده فعلا كان بيعمل كذا، وفعلا كان بيعمل كذا، وكان فعلا، فيذكرون دائما بالجميل. هو ده كما قال الله عز وجل وجعل لي لسان صدق في الاخرين. فده المعنى. المعنى الثاني اللي هو بيقول حي فعلا حياه حقيقيه كامله. قال الله رب العالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر ما قال الله عز وجل. فهنا المعنى لا، ده أحياء فعلا، حياة حقيقية. كنا بقى إحنا بنوصل بقى وبنعمل صدقة جارية للشهيد، فده كمان إيه بقى؟ إن العمل لا ينقطع. ولذلك سبحان الله في حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله. يعني انقطع عمله؟ يعني انت شوف الاعمال اللي انت عملتها في الدنيا، اخرك خلاص يوم ما مت خلاص، فالاعمال بتاعتك الصالحه بقى او غير الصالحه كلها خلاص انقطعت تماما. لكن الا من ثلاث، لما يكون في صدقه، ايه؟ صدقه جاريه. واحنا قلنا دايما كده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الصدقه سقيا الماء. واذا اراد الانسان ان يغفر الله رب العالمين له ذنبه فعليه بسقي الماء كما يقول ائمتنا رضي الله عنه. فهنا انقطع عمله إلا من ثلاث، فيقول لك صدقة جارية. فتخيلي بقى ما من إنسان ولا طائر ولا جن، شوفي تخيلي بقى، يشرب من هذا الماء إلا كان في ميزان حسنات هذا الإنسان. فالعمل دائما إيه؟ متصل حتى يعني تقوم الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيه؟ إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح إيه؟ يدعو له. أنا محتاج بس أقول حاجة بالنسبة بقى للشهادة. يعني كان واحد اسمه سيدنا، إحنا فضلنا قد إيه بس في الفقرة دي عشان أشوف دقيقة أشوف سريعا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يحث صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، كان النبي أول المتصدقين عليه الصلاة والسلام. فكان النبي جواد كريم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلة، لدرجة أن الراجل لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، الراجل رجع لقوم قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني ده بيدي كده مال كأنه لا يخشى الفقر أبدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حاطط على طول بين عيني ما عندكم إيه؟ ينفذ، وما عند الله إيه؟ باق. فهو ده اللي احنا محتاجينه، انك اذا تصدق فاعلم انه باق عند ربك تبارك وتعالى. بشكر حضرتك جدا يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، نحفظك ربنا. ومشاهدينا اسيبكم مع فقرتنا الطبيه بعد الفاصل.